في حاجة عندنا هنا في التيكي انتر او في الكاستوم تيكي انتر اسمها سيجمنتد بوتوم. مثلا هتكتب حاجة بالشكل ده ctk.ctk-segmented-button بالشكل ده، فهتلاقي معاك ايه؟ هتلاقي ان هو بياخد الماستر اللي هو الفريم وبياخد values. الفاليوز دي بتحط فيها القيم اللي انت عايز تديها له. هنشوف الفاليوز دي بتاع ايه دلوقتي. مثلا لو انا حطيت فيه بي تي واحد مثلا كوما، وحطيت فيه هنا كده بي تي اتنين، طيب وبعد كده قمت قايل اس بي تي دوت باك، واديته برضو عشان بس يبقى البعد عن اللي فوقه يبقى فيه، ما يبقاش يعني لازق في اللي فوقه، فاديته برضو بعد. فلو فتحت بالشكل ده هتلاقي ده اسمه السيجمنت بوتون. زي ما انت شايف بتضغط هنا فهو دلوقتي بي تي واحد اللي مضغوط عليه، اضغط هنا هتلاقي ان بي تي اتنين هو اللي مضغوط عليه كده، يعني بيبقى كأنه زي اوبشنز كده وبتشوف اني واحد اللي مضغوط عليه فيه وخلاص، فده كده اسمه سيجمنت بوتون. طيب السيجمنت بوتون ده عايزين نعمل ايه فيه؟ عايزين نديله الكوماند بتاعه، اكيد برضو له كوماند اللي هو الامر بتاعه، فهنقول له مثلا ان هو اس بي تي كوم. هنعمل فانكشن اسمها اس بي تي كوم، وعشان هو ما يضغط عليه يروح ينفذها. فهنعمل ديف اس بي تي كوم بالشكل ده، وطبعا هو بيمرر لها اصلا الفاليو، يعني هو بيمرر لها الزرار اللي مضغوط عليه. فلو قمت قايل برنت للفاليو بالشكل ده، وزي ما انت شايف لو انا قمت فاتح وضغطت هنا فهتلاقي قال لك بي تي 1 هي اللي مضغوط عليها، اللي هي الفاليو اللي انا الاولى اللي انا ضغطت عليها. طب لو ضغطت هنا فكده بي تي 2 هو اللي مضغوط عليه كده يعني. فهنا زي ما انت شايف انا طبعت الفاليو اللي هي جايه للفانكشن دي، يبقى انا معايا فانكشن بمرر لها الفاليو، مجرد ما اضغط على الزرار هيروح ينفذ الفانكشن وهو بيمرر لها الفاليو اللي هو الاوبشن اللي انا ضغطت عليه، اللي هو انهي فاليو من دول ضغطت عليه، الفاليو الاولى دي ولا الفاليو الثانيه دي. وانت طبعا ممكن تعمل حاجه معينه باستخدام الفاليو دي، تعمل هنا امر معين ان لما مثلا بي تي 1 هي اللي مضغوط عليه يحصل حاجه معينه، اف بي تي 2 هي اللي مضغوط عليه حاجه معينه، يعني هنا هتعمل حاله اف تتشيك عليها بس. تعال نشوف بقية الخصائص اللي موجودة فيها. انا لو عملت هنا كده كوما وتشوف هتلاقي ان انت معاك حاجة اسمها ايه، اكيد في حاجة اسمها الهوفر كولر، او مش الهوفر كولر، اللي هو الكولر بتاع السيلكت والانسيلكت. يعني مثلا الانسيلكتد هوفر كولر، والسيلكتد هوفر كولر، والسيلكتد كولر. يعني ايه الكلام ده بقى؟ قبل ما نقولهم تعالى افتح واوريك حاجة. لو جيت فتحت هنا وهتلاقي ان انا لما بقرب من بي تي 1 هي ان سيلكتد لونها ايه؟ لونها جراي دلوقتي. اما بقرب منها بقى جراي بس فاتح شويه، ده كده اما انا مش بقرب منها، انا بعيد اهو، هي دلوقتي ان سيلكتد عاديه، ده كده الان سيلكتد كلر. طب لما بقرب سهم الفرا بيدخل بالشكل ده بتلاقي ان لون جديد ظهر اهو اللي هو جراي الفاتح شويه ده، فيبقى ده اسمه ايه؟ اسمه الان سيلكتد هوفر كلر. طيب لما اضغط عليها بقى بالشكل ده اللي بيحصل اني انا ضغط وباعد بالشكل ده، فده كده سيلكتد كلر عادي. طيب لما اقرب ده سيلكتد هوفر كلر، انه زي ما انت شايف اللون بيتغير لما بدخل بالشكل ده. فتعالى نتحكم في الالوان دي، انا عايز مثلا الان سيلكتد هوفر كلر اللي هو الكلر في حاله ان انا مش ضاغط عليه والفرة بتقرب يعني منه، هخليه مثلا ان هو ريد. طيب وبعدين خلينا نشوف السيلكتد هوفر كلر اللي هو في حالة ان انا محدده بس الفرة بتقرب منه، اللي هيحصل ان هو هيبقى جرين. فزي ما انت شايف لو انا ثانية عشان تقريبا القوس اتمسح، القوس اتمسح فنحط هنا القوس ده. طيب لو انا فتحت هتلاقي زي ما انت شايف كده البي تي 1 انا لما اقرب منها بقت جرين، بقت ريد. ده مين؟ ده اللي هو الان سيلكتد هوفر كلر. اما اضغط عليها والفار قريبه اهي منها بقت ايه؟ بقت جرين، ده اللي هو السيلكتد هوفر كلر. بس زي ما انت شايف انا الفار بعيد عنها اللون ايه؟ اللون بلو زي ما هو. ليه؟ لان الديفولت بتاع اللون اللي احنا حاطينه بلو. طيب اللون ده عشان اغيره ده لون ايه؟ ده اللي هو السيلكتد كلر العادي، سيلكتد كلر ممكن اغيره. يعني هتقوم جاي هنا كده كوما سيلكتد كلر اللي هو اللون اللي في حاله ان هي سيلكتد، واخليه ان هو مثلا اورنج. فدلوقتي لو انا فتحت وقمت ضاغط هتلاقي فعلا ان هي بقت اورنج، قرب منها بقت اخضر بالشكل ده. طب
روح اعمل قرب من التانية، التانية بقت ريد اهي، لان دي الانسلكتد هوفر كلر كده يعني. فدي بالنسبة للالوان اللي موجودة في الايه، في السيجمنتد بوتن. وهتلاقي برضو ان في شوية خصائص احنا عارفينها وبتتكرر، اللي هي زي الفونت والتكست كلر والتكست كلر ديسيبل والانسلكتد كلر دي احنا قلناها. هتلاقي برضو الاف جي كلر، الكلام ده كله بيتكرر وكان موجود قبل كده في الويجتس اللي احنا شرحناها قبل كده. يبقى ده كده بالنسبه للسيجمنتد بوتون، وظيفته بس ان انت بتحط فيه اكتر من فاليو، مش شرط اتنين، ممكن تحط فيه كمان فاليو بي تي 3، بحيث ان لما تضغط عليه هيروح هيمرر الفاليو دي للفانكشن اللي هو بيستدعيها، وتقدر تتشك على الفاليو دي انهي واحده اللي اتضغطت عليها، وعلى اساسها تعمل امر معين. فزي ما انت شايف اهم بقوا 3 بالشكل ده.